متكررة، كرة تلعب الآن خطيرة، أولى الأهداف من الهداف من اللاعب الذي لا يرحم أحمد السقعان، يسجل هدف الأول للمنتخب السوري ويحمل جينات السيد بهدف للمنتخب السوري. الله عليك يا أحمد، يا جمالك يا أحمد. جبل قاسيون، كرة الآن سورية تلعب من جديد، راسية كاوا عيسى، كاوا عيسى يا لعيب، يا كاوا عيسى يكوي الشباك بهدف ثاني للمنتخب السوري. كاوا عيسى رقم 9 يسجل ثاني أهداف منتخب سوريا، انتفاضة سورية مرعبة، هدفين في 3 دقائق وأكثر. شوف هذه الكرة والراسية، الله. في هذا اللقاء يلعب أمام سوريا وهو متأخر بهدفين، الأمور قابلة للزيادة. هي كرة لم أقل لكم، وهدف، هدف ثالث جميل لمصلحة المنتخب السوري من خلال عمر صالح. الأمور قابلة للزيادة والمنتخب السوري يسجل الهدف الثالث في هذا اللقاء. إذا سوريا تتقدم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، برأسي جميلة من التقاء، ولا أجمل ولا أحلى من اللاعب عمر صالح، لاعب خط وسط المنتخب السوري الذي جاء من السيادة. شوف تتحدث عن المنتخب السوري لوحده لوحده لوحده. أنس يسدد كرة، أنس وكرة تلعب خطيرة ولكن عرضية كانت من أنس من ركنية، وصلت السلام لهشام، هشام يسدد، هشام غلطة الشاطر بعشرة يا عبد العزيز، غلطة الشاطر بعشرة يا عبد العزيز، وهشام استغرب وسجل هدف رابع لمنتخب سوريا، حتى هو تفاجأ. غلطة الشاطر بعشرة يا عبد العزيز.